عبر الهاتف مرة أخرى الأستاذ شعبان اللطعي، أحد المعلمين الذين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية هذا اليوم. أستاذ شعبان، أرحب بك معي مرة أخرى، وكنت قد سألتك ما الذي يدفعكم أو ما هي أكثر نقطة أثارت حفيظتكم حتى طلبتم بإقالة وزير التعليم؟ والله النقطة اتهامنا بالطابور الخامس، هذه أهم نقطة يا أستاذ. احنا كمديري مدارس وكمعلمين نشتغلوا من الاسابيع الماضيه في اعداد الجداول، في صيانه بعض الفصول الدراسيه، عندنا مقاعد مكسوره، عندنا حمامات حشاك تعبانه نهائيا، نظافه المدارس لا بحثوا عن عمال ينظفونا في المدارس، ومع هذا كله احنا نتجولوا بين اولياء الامور ونوهبوا منهم فلوس التعليم في سبيل ان الطالب لما يجي المدرسه يلقى كرسي نظيف ويلقى فصل نظيف ويلقى مقعد نظيف. اخيرا السيد وزير التعليم اتهمنا بالطابور الخامس، هذه اهم نقطه يا استاذ. شو نقدم للمدارس في بداية العام الدراسي؟ نتحداه أن نقدم حتى علبة صابون لأي مدرسة. ألا توجد هناك ميزانيات تسيل لمراقبات التعليم مثلا أو إلى المدارس مباشرة؟ لا أعلم ما هي الكيفية. يا أستاذ، هو مراقب التعليم مش قادر ينظف مكتبة يا أستاذ، ما عنده شيء هو، لا المراقبة ولا المدارس. المدارس راهو تشوف في بعض المدارس النموذجية هذه راي عليها الهواية نتاع البيانة ولا المدار، راي تتقاضى في إيجار من الهواية نتاع البيانة ولا المدارس راهو فيها على المدرسة، لكن بعض المدارس الثانية 90% من المدارس ما لهاش هواية. هذه المدارس كلها يا أستاذ عايشة بالمجهول الذاتي، عايشين على المجتمع المدني، على أولياء الأمور، يعني عمل الوزارة احنا كمدراء مدارس ومعلمين نقوموا به. والله يا أستاذ العام الموجود وتستطيع تشكل لجنة وتمر على المدارس مرتبات المفاهم المعلمين اللي هو أهانة مقال، هذي أنا طابور خامس وهذي أنا ما هم مستذهين نبي أنيش نقدم للمدارس. هو يا ريت ينزل ويتواضع ويزور مدارس تجورة يا أستاذ. تجورة منطقة زراعية مترامية الأطراف، احنا عندنا 11 مدرسة الآن في خط الجبهة، ما غيرها عندنا مدرسة بالأشهر يا أستاذ تم الاعتداء عليها من قبل صاروخ، هي قاعدة ليومنا هذا ما لهاش حتى حاجة. مدرسة الشعرة في صيانة اليوم سنتين يا أستاذ، طلبة نتاعها لاجئين إلى مدرسة أخرى. نبي نشن اللي قدم الوزير باش احني يطلب منا أن احني نأدوا عملنا على أحسن ما يرام. احنا أستاذ طالبين عدالة اجتماعية، طالبين رفع رواتبنا، طالبين إقالة الوزير، طالبين خص التعليم الأساسي على التعليم الثانوي على التعليم العالي يا أستاذ. بس هذه أهم نقاط اللي مطالبين بها. احنا عندنا حقوق، احنا إذا كنا مواطنين ليبيين زينا زي بقية المجتمع نبوا حقوقنا، وكان احنا ناس يعني غرباء على المجتمع هذا وما اديناش رساله. احنا اقل واحد فينا يا استاذ عنده 40 سنه في التعليم، انا بنتكلم فيك متعين في 79 يا استاذ. النقطه الثانيه يتكلموا على الصغار، احنا صغارنا احنا تجور 12,000 معلم، متوسط كل معلم عنده زوج صغار يقروا في المدارس، يعني هذين اولادنا نقولوا 24,000 طالب هذين اباهم معلمين ومعلمات، يعني معقوله بالمنطقه نسكر مدرسه عليهم ما نبيهمش يقروا؟ لكن الظروف يا استاذ هي اللي اجتنا لهذا. طيب استاذ شعبان، ما فيش استاذ شعبان يعني يدبر في مازن وبيشري الغميه للتلاميذ. طيب بالاضافه زي ما قلت لك يعني اصبحنا ولي الامر لما تستدعيه الاجتماع بس تناقش معاه امور تربويه تهم ابنه اصبح يقول طيب هناك العديد من النقاط استاذ شعبان، هناك العديد من النقاط اريد ان استفسر عنها منك واستغل وقت هذه المداخله. وزاره التعليم مش عامل نحن كمدراء مدارس. طيب سيد شعبان فقط اسمح لي أن أسألك، يعني استمع إلي رجاء حتى أستفيد من هذه المداخلة لإيصال صوتكم للناس وتتضح معالم المشكلة بالتحديد. هناك جسم تشريعي أقر قانون لزيادة المرتبات، وقيل بأن ديوان المحاسبة من أوقف الزيادة، وقيل أن وزير التعليم هو من لم ينفذ تلك الزيادة، وكانت هناك فقط إجراءات لعلاوة الحصة بحجة أن من يعطي الحصص فقط هو من يستحق الزيادة، وأن هناك تكدس في الملاك الوظيفي للتعليم. ما مدى صحة هذه المعلومات وما الذي حدث بالتفصيل؟ أولا يا أستاذ برنامج التكدس في القطاع التعليم، من المسؤول عن توقيع وإبرام العقود للناس هذين؟ قطاع التعليم يعاني يا استاذ دلو زي المكب مع احترامي ليك، يعني كل من بيعينوه ابناء الطبقه العليا هذين الان ماسكين الوزارات وماسكين المناصب العليا يبوا يعينوا صغارهم. احنا في المدارس معينين يا استاذ صحه وسلامه مهنيه، معينين صيانه، معينين تفصيل وخياطه، معينين دكاتره اسنان، معينين في التعليم بيطري يا استاذ، معينين في التعليم
القانون، معينين عدد هائل جدا من تخصصات القانون في التعليم، معينين المحاسبة والإدارة، علينا خبر ولا حرج عليك، كل العدد الهائل موجود. باي هذا يا أستاذ ما عندهش مؤهل تربوي وما يعطيش، محسوب على قطاع التعليم. أنا في النهاية ده مواطن ليبي من حقه أن يدري وتخرج من الجامعة قدم مرتب، لكن ما تحطيش عليه على هاتك ناس آخرين. أنا عندي ناس عندهم مؤهلات تربوية يأدوا في عملهم، بعد أصبح المدرس حقه مهضوم. رقم اثنين يا أستاذ، أنا لما جينا في جدول لمدرس بشاطي حصة نجد أن اللي عندي يشتغلوا 40-50 معلم ولا معلمة، والباقي كلهم زوايد بايشين هدينا. لا والله ما عندي تخصص، أنا مريس حق نقري باي هذا شيني يجيك الموجه يقولك لا والله نحي من الجدول، هذا تخصص محاسبة، هذا تخصص إدارة، هذا تخصص قانون، هذا تخصص مختبرات، هذا تخصص علوم حياة، هدينا كلهم موجودين. باي من اللي عينهم يا أستاذ؟ من اللي وقع عليهم هدينا؟ هذا ما الوزارة هي عينتهم. طيب قد يرد الوزير طيب سيد شعبان، قد يرد الوزير فقط المعلم يا أستاذ، فقط اسمح لي أن أسأل، عندما أسأل فقط اسمعني أستاذ شعبان. وعلى الحصة يا أستاذ اليوم سنتين ما أعطوش ولا درهم لمعلم قاعد اليوم رأي موجودة على ورق بس. طيب سيد شعبان، يعني قد يرد عليك الوزير بأنه ليس هو من وقع هذه العقود، أو ليس هو من أصدر هذه التعيينات، وهو يريد الإصلاح الآن. لا يا أستاذ، اليوم سنة، اليوم من بداية العام الدراسي الماضي وهم يتكلموا عن الملاك الوظيفي وحاولوا لنا إحصائيات بالكامل كل واحد تخصصه وشيني مؤهلاته ولا حياة اللي من تنادي يمشوا فينا بكلام هذا يا أستاذ. بينا صاحب أسرة يا أستاذ، نوت عمري في هالقطاع هذا كله، كان كل سنة نلقي المشتاح في الإحصائيات. لا والله يا ملاك وظيفي، أنا مش مسؤوليتي يا أستاذ، عنده منظومة موجود فيها الناس الله اللي ما عندهمش مهارات تربوية قادر يعطيه مرتبات على ذنبه، ياسم هو حر. هذا الحمد للمجتمع ما تحملتني. أنا معلم يا أستاذ، عندي خطاط وعندي صبورة وعندي طالب قدامي يقرأ. أنا نبي مرتبي يصبح زي الناس تاني. مش مفروض علي أنا ندرس في مدرسة خاصة في العشية ولا زوجتي تقعد تشتغل في مكان آخر وصوح تعطي حصة؟ يا أستاذ الكلام هذا راهو غلط، ما هوش موجود يا أستاذ. رأينا نحن في مصايب ما لمش فيها لا وزير التعليم ولا غيره، رأوا كلهم يا أستاذ يتناظروا في مدارس معينة. نتمنى أن في يوم من الأيام يجي يزور مدارس تجورة في ترى دابي رح الصفيح يا أستاذ، قاعدين يومنا هذا انطر الصب عليهم من فوقهم وهم يقروا تحت الصفيح. هم المشكلة حتى لما يطلع السيد الوزير لأي مكان يمشي للمدارس النموذجية، زي ما قلت لك المدارس هذه تجد فوقها زي ما حكيت لك يا أمن هواي للمدار أو للبيانة أو يحيط بها بعض أولياء الأمور، هم اللي قايمين بصيانتها رأوا مش التعليم. أنا نتحداه ونتحمل مسؤولية قدام الديوان المحاسب وقدام أي شخص يجي يوقف ويقول أنا أعطيت فلوس للمدارس والله عهدة مالية والله أعطيتهم باش ينظف والله أعطيتهم أجر آمن. يا أخي معقولة في دولة نفطية الطالب يكرس قاعدة اليوم؟ معقولة في دولة نفطية طالب ما يجيش حمام يأخذ فيه الحاجة البشرية؟ في السعودية دولة نفطية زينا زيها، 6 مليون طالب لما دخل المدرسة يوم 1/9 كل طالب يجي بقى تور قدام المقعد متاعه، وإحنا قاعدين هنايا صلح الزينجو دور الفوم باش تسكر البوب اللي تقفل في المية على الطالب، دور من ينظف الحمام، تعال يا ولي الأمر أعطيني باش خلصة. يا أخي أستاذ أنا ممت... إلى متى هذا يا أستاذ؟ بس لو الدولة ما تبيعش في الغاز ما تبيعش في الأفراط والله أهلا وسهلا طيبين بيه كلامات، لكن الدولة يومين الضخ في نفط وفي غاز. نعم مشكور. شو وين تمشي؟ نعم. قطاع التعليم بالوضعية هذه يا أستاذ أنا نتمنى إذاعتكم الموقرة بكرة تجيب كاميرا التصوير وهي مستعد ندور به في جميع مدارس تجورة، 80 مدرسة عندها و86 مدرسة، يشوف الواقع بس يصورها صوت وصورة خلي يشوفها سيد الوزير بيجمع المسباح. طيب هاي طلباتنا يا أستاذ، بس راح مش قصة مرتب حد ذاته، هني حق المناخ اللي بنعطي فيه حصة يا أستاذ راهو مناخ. وصلت الفكرة أستاذ شعبان. نعم. 40 طالب يا أستاذ في الفصل. 40 طالب الفصل. نعم وصلت الفكرة، ونوجه دعوة أيضا حتى للسيد وزير التعليم للرد على كل ما ورد في مداخلة شعبان اللطعي. شكرا جزيلا لك.